سعودي رسي مركب سعودي رسي ودولاب حظي مال عزي وهناي فرط جرابي فضي من المال يا حسرتي يا خلق علي زمان ومال يا عيوني أبو صياح، مكتوب من ريحة أولاد الحارة أبو صياح. هذا أكيد من عباس الناعم أكيد. والله حذرت، عباس ما غيره عمي أبو صياح، هو بذاته يلي كان خاطب بنت أبو أحمد الشاغوري. دنيا كان هون على الحديدة بلندن، أحواله تحسنت وصار مليونير، ومو بس هيك قعداته وسهراته كلها مع الكبارية والشخصيات. شو في بينك وبينه؟ ما في إلا مكاتيب بتوصلك منه. لكان حبيبي ابن الأصل ما بينسى المعروف، لما سافر على لندن عملنا اللي الله قدرنا عليه، مشان هيك ضل عم يكاتبني. والله يا أبو صياح عباس شاف على وشك الخير وتوفق بلندن، بخاطرك. لوين دعية؟ رالي شو كاتب لي زكاتك؟ على عيني أخي العزيز أبو صياح المحترم، يسلموا لي هالشوارب. أما بعد لا أنسى فضلك أبدا، فقد جاءت مساعدتك لي بالخير العميم، وعملي جيد، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك، والله يقدرنا على مكافأتك. يا بي شو؟ أبو زكي مو بالبيت. وينه؟ ترك لك خبر عند السمان إنه هو راح المطار، ولما بيرجع بشوفك. بس أنا لساتني ما سافرت حتى يودعني، شو راح يساوي بالمطار؟ الغايب عذره معه. بلا فلفسة ولا، روح شوف أمك شو بدها. مين راح يشوف أبو زكي بالمطار؟ ما له حدا مسافر لا بالخارج ولا بالداخل. خلاصة تعا كمل لي المكتوب. يلا. هاي اسمع اسمع. ابعدي قلت لك. افزعت الحلال يا قليل الادب. اياك تقرب، طراني ايدي والضرب. خذها ليلى. حامد يا حبيبي حامد. أهل الحضر غيروك يا ولد العم، وعن قليبي بعدوك، واني دايم الدوم أقول متى يعود حامد. لساكي على العهد يا ليلى؟ عهدك بقلبي وقليبي ما يخون العهد. وانت يا حامد ما غيروك بنات الافرنج؟ ما قدرت انسانة تاخذ مكانك بقلبي يا ليلى. يا حبيبي يقولون اللي بتغرب تتغير طباعه. انا يا وليدي ما عندي مانع، لكن لازم نسأل ليلى وناخذ رأيها بالموضوع. انت ناديتني يا ابوي؟ تأمرني بشيء؟ ليلى؟ نعم يا أبوي. حامد طلب يدي، وإيش رأيك؟ الرأي رأيك يا أبوي. خير يا عمي. والله يا حامد ألف مبروك يا وليدي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. مرحبا أبو صياح.
أهلين وسهلين أبو زكي. أهلين أهلين. طمني، واجهت أصحاب العرس؟ أم حول شعيري؟ سيدي أصحاب العرس بدهم مطرب فرنجوني. ودخلك إذا جابوا المطرب الفرنجوني بيفهموا عليه ولا بيهزوا براسهم على أساس إنهم فهمانين؟ لك إيدي على راسك أبو زكي، في أحلى من البلدي. والله عمل جهدي معهم يا أبو صياح. شو عليه، خلي العسل بكوار ولا تجي أسعاره. أنا ممنونك يا أبو زكي، عم بعذبك معي. لا يا أبو صياح لا، الله أوصى بالجار. يا بي يا بي يا بي يا خفي الألطاف. خير أمي؟ بدها كاز وزيت وخبز ولحمة وبيض. سكتر ولا روح إلا لأمك، خليها تصوم الدهرين. عن إذنك أبو صياح. مستأنسين، جاييني ضيوف خاطرة. الله معك، مع السلامة. الله يسلمك. شو علي، رب العالمين ما بيخلي حمل بارك. كنت خايف يصل لي شيء قبل ما نفذ وصية المرحوم. تفضل. رزقتي نقطعت عليه، ما عم بقدر فارو. صار لي أنا وهالنول عمر. إيه، هي حال الدنيا يا ابن الحلال، جديد بيصير عتيق. إيه، لسه بيجي يوم وبيرجع عزه لهالنول. قاعد قدامه لحتى ما أحس إني بطال. الأكل جاهز، قوم كل لقمة. ليلك بيت طيب. شبك أبو صياح؟ سلامتك. لازم يكون هون. Thank you.
هذا كنز سنان باشا يلي نام بهالغرفة من 270 سنة. مجوهرات حقيقية من أغلى وأندر أنواع المجوهرات. شو بدك تساوي فيهن أبو زكي؟ هلا مو مفكر. على العموم أنا بالمحل وأي خدمة بتلزم اتصلوا فيني. اسمع مني وبلا لك السفرة وخليك بين عيالك. وفي الأسفار تنجلي القلوب والجيوب لك ابن العم. تعتقد يا ابن عمي إنه عباس رح يساعدك؟ عباس مجبور يساعدني مثل ما ساعدته. ليش على علمه؟ مو أنا اللي عطيته إجرة البليت للندون؟ صحيح. خليه على الله. مدام نويت على السفر سافر والله يوفقك. إيه سيدي إلي 12 إيراط مو هيك؟ 12 إيراط حصتك من البيت حق 7000 فيها شي؟ توكلنا على الله، هذا اللي باقي لنا من المرحوم جدنا. الله كريم، كل شيء بيتعوض ان شاء الله. بس 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 2000 بكفوا للسفر والباقي خليهم معك، وما تنسى كل شهر تدفع لأم صياح 200 ليره مصروف البيت. تحت امرك. بس وينك؟ الله يرضى عليك، العيال بدهم يضلوا بالبيت لبين ما ارجع. ولو الدم ما بصير مي لك ابن العم. ايه 100 أهلين. 100 أهلين. ايش رايك بهاللون؟ زين، لكن وهاللون زين زين والله كلهم حلوين، لكن افضل اللون الاخضر. اذا هذا اللون حيكون ثوب العرس. كأنهم جواهر أصلية. يا ريت كنت صرت أغنى رجل بالعالم. أريدك تزيل لنا هالثوب بهالأحشار. راح أخذ لها قياس وبعد 4 أيام بعمل لها بروفا. لويش البروفا؟ الثوب أريده جاهز باشر وأريدك تشتغله هان. إيه ما بيصير خيي، بده أسبوع لا يخلص، وهون بالبيت كمان ما بيصير، كمان بيتعطى المحل. قديش تكسب في الأسبوع؟ حامد لويش مستعجل لهذه الدرجة؟ اترك الراجل على راحته. ما تعرفين لويش، أريد أعوض كل سنين الفراق. خذ خذ فلوس. اشتغل فلوس؟ إذا كان هيك تأمر أمر. ليلى يا عيونها أشوفك منتهين. أنا وياك يا حامد. عجب، وين سارحة؟ شرد فكري يا حامد ومرت عبالي كل الأيام الزينة، ويخطر عبالي يا حامد. ويش يخطر عبالك؟ يخطر عبالي يوم كنت تطل مثل السهم قدام ربعنا على ظهر حصانك. يومها يا حامد كنت أخطف التطليعة وأحبس الدمعة وقلبي ينط بصدري، وما ادري يا حامد ان كنت يومها تدري باللي بيا وتحس باللي صيبني. ايه صق الله، والله ما انسى هذيك الايام. كنت تمر مستعجل وكان الشوق يهدهدني ودمعاتي تغدرني. اريد احكي لك كل شيء في قلبي. كل ايام الزينه يا ليلى حتعود، وايام احلى واحلى رح تعيشينا وياي. اريد اسالك سؤال. قولي يا عيوني. عجب بلاد الغربة ما غيرتك؟ يقولون الغربة تغير طباع الناس. يا ليلى الأصيل ما يتغير، واني حامد اللي تعرفينه، والأيام الجاية رح تعرفي انه حامد بعده حامد، شاف الدنيا كلها ما شاف أغلى من ليلى.
رح نشتاق لك كثير يا بنيتي. لا تقطعون اخباركم عنا يا ولادي. الله معك. موفقين. مع السلامة. نشوف وشكم بالسلامة. ليلى أماني برقبتك يا وليد. لا تبكي يمه. الله معك. لا تبكي يمه. ادعي لي. أمان لا يعني. يا حبيبتي يمه. ليلى. ديري بالك على الأولاد. لا تخليهم ينططوا بالصقايق بغيابي. طمن أبو صياح كأنك موجود. على طول بأول السنة بتسجليهم بالمدرسة. حاضر. خليهم يتعلموا. حاضر. بدي إياكم تطلعوا مثقفين. العلم نورون. هات يا ابني. الله يرضى عليك. اسمع كلمة أمك بجيب لك مسكليت. خاطركون. مع السلامة. قديش بدنا وقت تنوصل بلاد الإنجليز؟ ليش انتو كمان رايحين على بلاد الانجليز؟ وليش تسأل؟ شو حرم السؤال خال؟ بعدين وينك؟ انا شكارة فيك بعرف مرتك. ايش تقول؟ كيف تعرفها؟ من التوب اللي لابسته. ها؟ الثوب؟ وش علاقتك بالثوب؟ لانه القماش اللي لابسته حرمكن المصون. شغل النول تبعي. ليش نيتك عاطلة؟ سمعتكن عم تقولوا بلاد الانجليز، حبيت اخذ واعطي معكم. الظاهر انتو عرسان جدد ما؟ ايه بالله عرسان. وعملوا لكم عرس وعراضه وبيض الله وشو؟ لا بالله، لا عراضه ولا هوسه ولا فرح. باطل. صلوا على محمد مكحولة العين ونير وخضير وعادنا ويل يا عريس كثير ملبس يا عريس كثير ملبس. انت اول مره تروح لندن؟ ايه والله يا خال. الشغلات عنا دائرين الكم يوم، قلت لحالي سافر للندن بجرب حظي. لكن يا خال لندن ما هي عادية والحياة بها صعبة. محسوبك أبو صياح. أنا حامد. واني ليلى. شرفنا. إيش بدك تشتغل بلندن؟ والله ما بعرف. لكن الرجال ما بينخاف عليه، وإلي صاحب بلندن اسمه عباس بده يساعدني، وأكيد بتعرفه لأنه هو له علاقة مع أكبر الشخصيات هني. بدنا نشوفك هناك إن شاء الله. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. هذا عنوان الأوتيل بلندن، ونحتجت مساعدة أنا بخدمتك. انتبه، على المسافرين إلى لندن التوجه إلى بوابة رقم 5. Attention please, all passengers traveling to London. لا تخافي. لك اطلعي بقى لا تخافي. خاطركم شباب. كيف ما بدي اخاف حامد؟ انا معاك. لك روحي بقى، احسبي حالك راكبي على بساط الريح. باي. هاي الارجيله والتنباكات. تشاو. شبنا طالعين نازلين. هون احسن شيء. ايش هذا؟ في ربعنا ومضاربنا. بس؟ وبأمي وأبوي. بس؟ جوار كمان على الطريق هون. نو سموكينج سير. هي مو نو سموكينج خانوم، هي نو ارجيلي ولو. شكرا.
يسر مؤسسة الطيران العربية السورية أن تعلن عن وصول رحلتها إلى لندن. نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا رحلة ممتعة وشكرا. لا تخاف. One moment, please. Mr. Khaled. Yes. Telephone for you. Just a minute. Answer me, yes. Office. I'm coming. Yes, in. Hello. Hello. Jim is speaking. Nafiz. Thank you. خبري لادي باميلا ان المفاجأة اللي وعدتها فيها وصلت. اوه ريلي؟ ريلي. يلا خالي اطلعي قدامي. وي 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 لا ما اصعد، اصعد انت الاول. خلصيني حامد سبقنا. على فين؟ راح يوقف لنا اوتومبيل، يلا مشينا. لا بالله اصعد انت الاول، انا خايفه. ماشي كلامك، كم ماشي فيني لقلي. يلا هات يدك. لك شو بك خايفه؟ خايفه على حالي. لا توقع يا خال. اطلعي لا تخافي بقى. يلا يلا يلا. وي 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 حقيني. قولي الله. يا خال. لك لا تخافي. رحت عليك يا ليلى. الشنطة يا خال. معلش اتركيها هلا بتلحقنا. تاكسي مبقى. بقيت انتقال. وين راح حامد؟ أنا خايفة يا خال. باطل. من إيش خايفة؟ معك رجال؟ خايفة حامد يكون جرى له شيء. احنا ما نعرف احد بديار الغربة. لا تخافي عليه، خافي علينا نحن. وهالحين ايش العمل؟ ولا يهمي، انا بعرف وين راح. العنوان معي. حييني لقلي. هلو مستر بوي. هلو. زكاتك بتعرف لي العنوان؟ اوه، اتس ا لونج واي. يو ماست تيك ا كاب. ايش يقول؟ طولي بالك، عم نتفاهم مع الزلمة. ايه سيدي شو تفضلت؟ اتس ان ذا سيتي سنتر، ذيس واي. ايش يقول يا خال؟ بيعرف حامد؟ عم بيقول انه الطريق فشختين من هون. تعرف انجليزي يا خال؟ مو كل الكلام طلطيش. فلو مي. ايش ايش؟ يعني الحقيني. Thank you.
عجيبة دنيا يا والله حنا الاثنين ونكون وين وبغمضة عين ونصرنا هلا الله يا دنيا هلا الله عمرك شفت يا خالي قطار تحت الأرض يدور البلد بالحال طاها طول وعرض ما يوم خطر لي ببال عايش بين الضباب ما يوم خطر لي ببال عايش بين الضباب واقول يس ونوم واحكي حكي اغرام عجيبه يا دنيا اي والله شوف 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 وتذكر ربعك شوف شايف شايف كل شي ظاهر على المكشوف 1 2 3 4 كل شي مسموح كل شي صبور 5 6 7 8 أنا روميو وعندي جولييت 1 2 3 4 كل شي مسموح كل شي صبور 5 6 7 8 أنا روميو وعندي جولييت صرت برنجي احكي فرنجي هلا هلا يا دنيا هلا هلا روحي حنت ودياري على بالي عنت يما يما على فنجان من قهوتنا المرة على مهباجي دق راوي غني طول السهرة على مهباجي دق راوي غني طول السهرة نغني ونرقص فوق الخيل ويرقص معنا قمر الليل غربة صعبة ما هي لعبة يا خلق الله غربة صعبة ما هي لعبة يا خلق الله هلا هلا يا دنيا هلا هلا على مشوار بعين القبرة على رجيل وكاسة شاي وكشك خضرة خي خي على تسطيحة على غفوة بالفي على بطيخة حمرة كبيرة مبردها بالمي والعود يحاكي الدربكة وما يخليها تهدى تكي والعود يحاكي الدربكة وما يخليها تهدى تكي صلى على يا طيرة طيري سقلا سقلا هلا هلا يا دنيا هلا هلا عجيبة يا دنيا اي والله هلا هلا يا دنيا هلا هلا عجيبة يا دنيا اي والله عنا الاثنين ونكون وين وبغمضة عين ونصرنا هلا هلا يا دنيا هلا هلا اي والله السلام عليكم. Hello. مرحبا خالي. How do you do? تفضل. Mr. أبو سياح. أبو سياح بذاته بري عليك عرفت لحالك. طلعتوا قرايب. هيك مبين. Mrs. Hamid Nawaf. A room has been booked for you by your husband. And you, Mr. أبو سياح. أيوه أيوه. You will be the neighbor. أيوه أيوه. We wish you a good stay. أيوه هو بذاته إيه نعم إيه نعم. داني ذا لاجج ايش قال والله كنيك هاف ا نايس تايم هاف ا نايس ثانك يو تايم هير ثانك يو يا ويلكم ثانك يو حقيني هذا محيط لا تفضحيني كمان رح نصعد تاني بالطيارة لا بالله ما أصعد لك هذا مو طيارة هذا وينش بيطالع الناس على القوة لا بالله ما أصعد لك اطلعي بقى خلصي يا خال تعال معي لك خلص بقى لك خلص فوت لك فوتي بقى فوتي خلص انقفل الحيط يا خال يا
يا هلا يا هلا بولد العم. وصلت الأمانة؟ إيه عظيم. إن شاء الله ما تعبت مع الجمارك. سمعت إنك جبت معك بنية تخبل العقل بجمالها. مين البنية؟ أنت تعرفها زين، تعرفها وهي طفلة. ليلى؟ إيه. وليش ما جبتها معك الآن؟ الطريقة اللي استقبلتوني بيها؟ كنا خايفين عليك. لا تخاف علي. خلينا موضوعنا الأساسي. ولا مجوهرات؟ اتفاقنا سلمني أسلمك. تكرم. تكرم يا ابن العم. ما بطول عليك الغيبة. على فكرة ما تحاول تمشي من هين، لأن الرجال ورا الباب وعصبيين شوي. عن إذنك كمان. هامد ماي دارلينج، غبت كتير. يا حسرت يا مصياح لو كنتي هلأ مع أبو صياح. وليا على قلبي ليلة عرسك قضيتيها على دف خشب. شو علي إلا ما تفرج. لا تقولوا أبوكن نسيانكن. علي الجيرة كل الغربة وكل العذاب حتى شوفكن ضحكانين. حامد. شبنا خالي؟ والله افتكرتك حامد يا خال. صاحبنا ما رجع مو هيك؟ أنا خايفة ما أدري وين راح. قال يا ماشي على رجليك، ما بتعرف شو مقدر عليك. امشي ناكلنا لقمة. حاكم وقت سألت هون لقيتهم بياكلوا على الوقت. يلا. فوتي قدامي، فوتي. أنت الأول يا خال. فوتي لا تخافي، فوتي. سلام عليكم. والله ما حدا يقوم. فوتي، لهنيك، لهنيك. مرحبا خالي. ايش تعمل؟ راح ادوقك اكلات من تحديات خيتك ام صياح. بدي دوقك كبه، بدك تاكلي اصابيعك وراها. تفضل. لوحدنا يا خال. قولك في شي؟ لك اجت الحكومة. صحيح الحكومة يا خال. ليش الحكومة؟ give me the bomb. come on give me the bomb. what do you want انتي؟ keep quiet. يا خال يمكن ممنوع ناكل من زادنا هين. شو بيعرفني انه ممنوع؟ خلاص بطلناها. stay where you are. don't move. ايه على العلقة شو بده اللي كان؟ ما ادري. انت ريدي شو بدك؟ don't move. هول. Let me speak with them. Okay, take care. Yes, yes. حضرتك عربي؟ لك عربي ابن عربي. طيب ليش بكون تفجروا المطعم؟ نحن بعدين مو حرام هالجمال يدخل السجن؟ أنا ما فهمت عليك شيء. طيب والقنابل اللي معكم؟ لك شو قنابل وما قنابل؟ شو عم تجتبها؟ هي كبة، ما بتعرف شو الكبة؟ كبة؟ إيه كبة. تحديات أختك مصياح.
لك ليش عم تضحك؟ مالك مصدق؟ خدو. Watch out! It's food! Bloody hell! He's eating it. Taste it. It's very nice. Mmm, good, really nice. صحتين شباب. Lovely. Nice. مطرح ما يصير يمري. قبة ماد ان سيريا. Oh, Syria. Oh, right. Very nice, isn't it? معلوم very nice. Mr. Brown, you tell him. I examined the jewels, and it's all imitation. Thank you, Mr. Brown. Excuse me. وين مجوهرات جدنا سنان باشا الحقيقية يا حامد؟ قلت لك اتفقنا تسلمني أسلمك. أنا أريد حقي من الورثة يا خالي. أي حقك يا حامد؟ ما كنت تعرف الأسيد بأنه يشوه الوجه وانت وجهك جميل. قول وين المجوهرات يا حامد؟ الثانية رح تكون على وجهك يا حامد. المجوهرات في ثوب زوجتي ليلى. ارموه في القبو. In the cellar. Something special? حبيبي على الماركة. ليش هيك عامل بحالك ولا؟ روح تضرب يا المدير. اوه سامج. انعنو. Thank you, sir. زلي عباس ابو صياح. اهلين وسهلين. الحمد لله على السلامه. هو الكم تو لندن. شو عم تعمل هون؟ اهلين وسهلين. شاي قهوه كازوز. اهلين ابو صياح. شو هاد؟ شغلي مأمور العلاقات الصحيه في جميع ملاهي لندن، وعندي اربع موظفين كمان تحت ايدي. يا باطل عليك يا عباس. أبو صياح بهالبلد اللي ما بيعرف إنجليزي هيك بيكون شغله؟
صدقني شغلتي خفيفة ونظيفة. بس طالع ريحتها. شلون بتكذب وبتقول انه لك علاقات مع اكبر شخصيات البلد؟ شو بعينك؟ كل اللي بيجوا لهون شخصيات مهمة ومحترمة. ثانك يو سير. شفت بعينك؟ كلهم بحبوني وبيعطوني هدايا وبخشيش، وبهالطريقة بعد سنة بفتح تواليت على حسابي وما في حدا أحسن من حدا. يا سواد وشي قدامك يا مصيّة، لك شو بدي أقول لأهل الحارة؟ قلت له رح أعمل مشروع مع أخي عباس المليونير. بسيطة أبو سياح، تعا اشتغل معي وأنا بعطيك ربع الإيراد. أنت مفضل علي كتير يا أبو سياح. فضل لله يا خال، خود نشف إيدك، لكن يا أسفي عليك تكون آخرتك بهالجورة. وهي دقني إذا ما ندمت يا أبو سياح. شوف الأفندي مثلا، هذا مدير شركة استيراد وتصدير في جميع أنحاء لندن. ويلكم خالي. How are you, Abbas? Fine, thank you, sir. Oh, what is this? From Damascus. Fine, fine. هيلين، ايش تريدين؟ اطمن عليك. ما تخافين من خالد؟ I don't care. حامد، ليش تركتني؟ اني ما ردت اخدعك. قلت لك اني معاهد انسانة اصبحت اليوم زوجتي. ليش هي احسن مني؟ هيلين، كلي خاطر عندك ما تذكريها بالسوق قدامي. سوري حامد، أنا بحبك وحابة ساعدك، ولازم تهرب لأنه خالد رح يقتلك. Thank you, هيلين. كل هالقد بتحبه؟ والله يا أبو سياح، صاحبك عباس مو غلطان، لأنه اللي ما بيحكي إنجليزي صعب يلاقي أحسن من هيك شغلة. يعني بدك ياني اشتغل شغلة معدة وطالع ريحتها عند الكبرة جبة حمراء؟ إشو عليه؟ أنا بنفسي اشتغلت بغسل الصحون بالمطبخ بنفس الأوتيل لحتى تعلمت إنجليزي كويس. بس أنت هلأ صرت تعرف أكبر الشخصيات بالبلد، فالله يرضى عليك، بدي منك تلاقي لي شغلة منيحة وما يكون إلا ريحة. إيه مو على عيني، مو تكرم يا أبو صياح. شبك يا خالي، قلنا لك الغايب عذره معه لعيوني، هلا ما بتلاقيه الا بين علينا. ما ضليل بطوله حامد ما بان، خايفه يكون جراله شي يا خال. لا تخافي، خلص عم اقول لك حامد رجال وقد حاله. ليك مرحبا يا جماعه. اهلين توفيق. ايش تسوي يا خال؟ ما منساوي شي، بنقعد هون نستنى فرج الله. Are you Mrs. Hamid? Yes. Mr. Hamid is waiting for you in his cousin Khalid's palace. Eish?
ايش يقول يا توفيق؟ فرجت، الاستاذ حامد بانتظارك. حامد؟ حامد انتظرني انا؟ فين؟ هلا بتروحي مع الاخوان وهن رح يوصلوك لقصر خالد بيك ابن عمه. ما قلت لك الغايب عذره معه؟ هي هو بعت وراكي، خلص روقي بقى. انا رايحه معاهم يا خال. الله معي، سلمي لي على اخي حامد، خلينا نشوفكم ان شاء الله. هيا هيا تعال نشوف. مور، شو صار بالشغل؟ تعال معي لأحكي لك مع مدير الأوتيل يدبر لك شغلي هون. يا الله يا مهويت. نيفر مايند. إذا العريس هرب العروس جاي لعنا. واي لازم تكون هي. Don't be jealous, my darling. I will always come back to you. See you. السلام عليكم. يا هلا. الحمد لله على السلامة. والله وحلت علينا الخيرات. يا هلا بأحلى بنية. عرفتيني ولا لا؟ أنا خالد. خالد. يا هلا بخالد، يا هلا يا مرحبا، يا هلا يا هلا. عرفتك زين. ومين ينسى جار عشيرته؟ ولو إنك تغيرت كثير، لكن ملامحك بعد على حالها. تفضلي. نريد نقوم بواجبك. حامد وين يا خالد؟ تأخر علي وشغل بالي. حامد هين ومشغول شوي. عجل جوزته ولا بعد؟ نص على نص. تعرف تنقي يا حامد، واللي طعمك يطعمنا. حامد جاي بالحال، تفضلي تفضلي لبين ما يحضر. حرمة؟ هذه اسمها مس هيلين، سكرتيرتي الخاصة ومن أصل شرقي. كل شيء فهمناه ما عدا المس. ايش هذا المس؟ يعني بنية. فهمت. How do you do miss her name is ليلى. How do you do miss ليلى. مرحبا بك يا مس. شلونك يا مس؟ كيف حالك يا مس؟ كيف العيال؟ كيف الاولاد؟ كيف جوزك المس؟ كيف البقرات؟ كيف الغنمات؟ تفضلي تفضل. يا سلام. خذي راحتك. عباس قال انه كانت علاقاته مع الشخصيات المهمة بالبلد. انا شو بدي اكذب واقول لام صياح واهل الحارة؟ قول لهم اني كنت عم بشتغل مبيت. الله يلعن المنكر. قول لهم اني فتحت بلندن عصرونية وشغلي كله بالفضة. عوافي أبو صياح؟ كله على شبانيا وغيره وسواته، ما حدا بياخذ له قرفة عرق هون. تعبت لك توفيق، بعدين شوي شغل الجلي صحون. إذا ما بتشتغل ما بتقدر تعيش. بعدين لك توفيق، هذا الأوتيل إجرته غالية، دبر لي شي تخشيبة نام فيها بلا ما ننفضح مشان إجرة الأوتيل، صفينا على الحديدة. ولا يهمك أبو صياح، ولا يهمك. رح سكنك معي بالبيوت اللي بينزلوا فيها الطلاب الأجانب. الله يلعن الغربة وساعتها. شكيتك لله يا عباس الشاغوري. هلا بنخلص شغل من هون بنروح نتعشى بمطعم لبناني، رح طعميك أكلة سورية فت بسمنة. تعبان بدي روح نام. بتصدق اليوم صار جاني 4000 صحن؟ لكن منامي عم شوف الجلي علي الشيرة. فقت من النوم لقيت حالي عم بعمل هيك.
أهلين مدير. شوف لا تحكي طالع نازل، هي وزرتك وأنا جو. يا هلا يا هلا بليلى. ذوقي هذا شيء طيب كثير، جربي. شكرا، ما اريد شيء، اريد جوزي وبس. ابي شيء هدورك عليه. هلو جيمي، فيتش مي حامد، تيل هيم تو كم ناو. ايش تقول؟ طلع من 10 دقائق؟ طلع؟ ليش حامد ما يعرف اني موجودة هين؟ بيعرف، كل رجال الأعمال هيك، مصالحهم فوق زوجاتهم وبيوتهم. بصحتك يا أحلى بدوية بالعالم. ايش هذا؟ خلي انجليزي. مايكي بليز. اهلين ابو حميد. ابو سياح ليله بغرفتها؟ راحت لعندك. لعندي؟ لعندي لوين؟ اجوا 2 جنتلمان اخذوها على قصر خالد بيك ابن عمك، وقال انت بعتتون. اني؟ ايه وبالعلامه. يا ابو سياح ليله انخطفت. باطل. تعال وياك. خذي الحبة. ايش هاي؟ مشان وجع الراس. تأخر حامد. أنا موجود؟ فعلا قلت حياة. واحد بيترك عروسته بليلة عرسه. يا مجنونة، حامد ما يحبك وعمره ما أحبك. اعمل معروف، ما تتكلم عن زوجي. لو صحيح ما يحبني، ما كان زوجني وجابني لبلاد الغربة. صحيح انت مسكينه، حامد لما جوزك كان يريد منك شيء كان عاوزه، والحين خلص شغلك. اسكت، اهلي بعدني عفيفه. انت كنت واسطه وبس. واسطه؟ واسطه ايش؟ واسطه تهريب. تهريب؟ تهريب ايش؟ الثوب في مجوهرات بمليون جنيه استرليني، وعيونك الحلوه هن اللي نفذوا المجوهرات من الجمرك. لكن حامد قال لي مجوهرات مزيفه. ابدا، المجوهرات اصليه، لكن لما وصلوا ليده صاروا مزيفين. يعني ضحك عليكي مثل ما ضحك علي. راسي يألمني، ايش سقيتني؟ ثانك يو. من هنا يا ابو سياح، من هنا. خف لي رجلك لنط من فوق السياج. شيرز. جود نايت. جود هيل. أنا دايخة، أريد أنام. إيش ونحن جايين نعمل أبطال وحرامية هون؟ تعال لك، يعني ولو فيها كترة غلبة، قبل ما نفوت على المعمعة بدي اسألك سؤال. تفضل يا ابو صياح. انت بتحب ليلى عن جد؟ وليش هالسؤال؟ لأنه اللي بحبه بيعشق ما بيترك حبيبته بأحلى ليلة بيعمره. أني كنت مفكر أعطيها نص مربحي من الحصة، لكن ابن عمي خالد ما ترك لي فرصة. طيب ومشوارك هاد مشان الجواهر ولا مشان ليلى؟ يا ابو صياح فهمني، أني أحب ليلى وما أبدلها. إلا كانت ضحكة لقدامي وتوكل على الله. يا معين يا رب. وصلنا.
البدروم. الحقني على البدروم. ابدا باطل باطل ابدا. الكيو يتلهى الحقيني. من هون طريق. ثانك يو خالي. وانت ما بتحبني ليش ضحكت علي وخليتني اترك ربعي وهلي؟ انا غلطت بحقك يا ليلى، كل شيء يصلح. هسا خلينا نترك الاوتيل قبل ما يجي خالد وجماعته. خفوه يا جماعه، توفيق عم بيستنانا. بقول تلب يدخل بيتي وبيخطف البنيه وعيونكم مفتحه. أنا وراك يا حامد ولو رحلت لآخر الدنيا. وصلنا يا بي. تفضلوا. يا الله. تفضل أبو صياح. يا رب. Thank you, see you. You're welcome. Thank you, see you. You're welcome. Bye. تفضلوا. لي عليك للتوفيق. والله باينت القعدة هون بتجلي السودة بالصيف. منيح اللي جايب معي الأرجيلة. تفضلوا. الشهادة لله يا ابني انك فحل وقبضاي. ايه والله بتصدق يا سيد حامد انه توفيق هو اللي دبر الشقة ودفع الرعبون من جيبته كمان؟ اشكرك يا سيد توفيق. اهلا. تفضل. لا ولو واجبي يا سيد حامد، نحن اولاد عرب وبغربة. تفضل، هي مفتاح الشقة. هلا بتسمحوا لي انا مضطر اترككم واروح على شغلي. ببقى بمر باخذ ابو صياح ليستلم شغله جديد. 100 اهلين توفيق. يسلم على راسي ابو صياح. اهلين. اريد انطيك هالاساور اقطعلي بيهم بالطياره. وايش هاللي تقوليه؟ ها؟ اريد اروح يم اهلي وربعي. ليلى شو تروحي ما تروحي؟ قال له شو صار لك بالقصر؟ قال له امبارح العصر. ليك على الحكي. عن اذنكم يا جماعه انا مضطر امشي، تاخرت على شغلي. السلام عليكم. مع السلامه يا بي. أنا تشاو. أنا أريد أسافر. ما في سفر، ولا قولوا أنا هو اللي يصير. أنت مالك علي مون؟ أنا زوجك. بطلت أتجاوب. هلا افرطوا لنا يا أبا، تعوا ناموا هون وأنا بنام على الكنباية. أنا ما نام مع حد. مين اللي قال إني نايم هين؟ هيك أحسن لك. أنا جود نايت. Thank you.
ليلى اتركني. ليلى اسمعيني. ليلى ليلى اوقف يا ليلى. استني يا ليلى ما تضيعي في السوق. قلت لك اوقف. ليلى افهميني يا ليلى، اريد اقول لك كل شيء. ما اريد اسمع شيء. ما تظلميني يا حبيبتي، اني مالي غيرك بهالدنيا، اني ما اقدر على فراقك يوم. انت هسع كل حياتي، انت امي وابوي، انت زوجتي، انت روحي، وغيرك ما يسكن قلبي يا بعد قلبي. انت خاين كذاب، انت ما تحب غير المال واللعب على الناس وجرح القلوب الطيبة. انت غلطانة يا ليلى، مالي إلك، عمري إلك، قلبي إلك. أنا ما أريد مال، ما طلبت منك شيء. أنا خطيت يا ليلى، والكريم مسامح. أنا خطيت بحقك كثير وأريدك تساعدي. بيش أساعدك؟ والويش أساعدك بعد كل اللي سويته بي؟ بكرة يوم تشوفي الحقيقة ساعتها تفتهمين وتساعدين وتصدقيني. يا ريت أقدر أصدقك، ما تركت لي مجال أصدقك يا حامد. تركت أهلي وربعي وعشيرتي ومشيت ورا سراب. سراب الأيام الجاي حتورجيك الحقيقة ليلى، بحق غربتك عن ربعك وبحق قلبك الطيب. تعالي وياي، تعالي يا بعد قلبي. يا حبيبي يا حامد حياتي يا ليلى. تسألوني عن الهوى بهذب العين قلبي.
قلبي رسمه يتهاني يا رب وحبه. لا تسألوني عن القمر والفي قمر بين البشر، لا تسألوني عن القمر والفي قمر بين البشر، نور القلب نور النظر، نور القلب نور النظر، حضرات الهنا على دربه. لا 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 لك شو قصته هاد؟ لسه بيحوس مثل خمسة بالطاسة، ما بده يشغلني؟ طول بالك طول بالك ابو صياح شوي. لك شو بده؟ ما في شيء، بس هو محتار شو بده يشغلك، وخصوصا شايفك لابس بلدي هيك. كمان بدكم يعني غير لبسي؟ يا ريتني ضليت ببلدي. دونت موف، لا تعيط نوب بخلع رقبتك ها. سمايل سمايل ما يجي. شو بده؟ اضحك اضحك ابو صياح. كم مدمن؟ روح روح معه. Come with me.
This is two. And this is three. No, this is three, my dear. Two, yes. Two. Three, four. Yes. Five. Four. And this is two. Four. Three. This is three. This is three. عم تدور عليه انباع. انباع؟ لمين؟ توليدي باميلا راح تلبسه الليلة بحفلة عيد ميلادها، وفي نفس الحفلة راح يقبض خالد ثمن الفستان 1,000,000 جنيه استرليني. ثانك يو هيلين. حامد، خالد مستعد لأي مفاجأة، لا تخاطر بحياتك. ترى 1,000,000 جنيه استرليني ما يستاهلون إنه الواحد يغامر بحياته؟ بليز. Don't worry. My lady. اهلا خالد بيك، تفضل. جبت الفستان؟ ثوب مزين باغلى الجواهر الاحلى سيده بلندن. اوه بيوتيفول بيوتيفول. في ميراث جدنا اسنان باشا رحمه الله عليه، وبتمنى لو لبستي هالفستان ليكمل مجوهراتك المشهوره بالعالم كله. ماي ليدي، أمنيتي شوف هالفستان مزين جسمك الحلو، وراح تكون مفاجأة الحفلة الفستان. وبعد الإعلان عن الفستان راح سلمك شيك ب1,000,000 جنيه. بطاقة الدعوة وصلتك؟ هذا شرف كبير إلي. يس. أوه ثانك يو خالد بيك، ثانك يو. دائما وأبدا بخدمة الليدي. ثانك يو. ثانك يو. جود باي. جود باي. شو بدي احكي لي؟ بيجينا الخواجه، بليز 7 نطلع، بليز 4 ننزل، بليز 20 نطلع، بليز 2 ننزل. شغله بتفتل المخ، شي طالع شي نازل، شي طالع شي نازل. مبروك يا خال، لقيت الشغل وبقيت تحكي فرنجوني. وحياة العين الحلوه، اول قبضة بقبضة من شغلي لجيب لك فيه هديه. قولي بس شو بدك؟ أنا ما أريد إلا سلامتك يا خال. أخبرني الله. لا بالله، ما حد يقوم. وين كنت؟ إيش هذا؟ دعوة عزومة لحفلة كبيرة فيها كل العرب اللي في لندن. معناتها لازم نروح. مي حلوة مشان إخواننا العرب. لازم. ليلى؟ يا عيون ليلى. لي طلب عندك. أؤمر يا حامد. أريدك تغني في الحفلة. أغني؟ ولويش أغني؟ كرمال عين الغربة لي العرب اللي متشوقين يسمعوا شي من ريحة الوطن. وين رح يلاقوا أحلى من هيك صوت؟ علي الجيرة لتصير سهرة يشتغل فيها ضرب رصاص لأبو موزي. طخ 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 طخ. تشاو ماي بوي. ثانك يو.
لك وينك يا ابو سياح؟ ما خليت مطرح وانا ادور عليك، ولو ما شفته فيه وقال لي انك عم تشتغل هون ما كنت لقيتك. يعني هون مثل ما لك شايف طالع نازل، ان شاء الله بدك تشغلني. لا افظع من هيك بكتير. تتذكر شقفة القماش اللي عطيتني اياها؟ شو بها؟ شافها عندي واحد تاجر كبير مدير شركة استيراد وتصدير، شاف القماشة طار عقله وطلب مني لقلك انك تبعت له من هالقماش قد ما عندك، وقال لي كمان انك تحط السعر اللي انت بدك اياه. يا سلام، طول عمري بقول انه هالنور رح يرجع له عزه. ايه والله. مصيح بليز تيك مي اب. اب ابلى حالك، مالي فاضي لك، روق قدامي. Thank you.
بما أني محاميك الكاس، أنت أصبحت الوريث الوحيد لكل الأملاك اللي خاصة بابن عمك خالد بيك. أني أريد أبيع جميع ما أملك هني، وأني موكلك بكل شيء. إيش رأيك يا ليلى؟ إكسكيوزمي. ليلى خالي، يعني هلا معقولة تتركيه؟ حامد الحين ما عاد يحتاجني، أنا كنت واسطة وبس. لا سبتي، أنا بحلف عنه إنه بحبك وحبك إله هو اللي خلاه يرجع لأصله الطيب. سايق الله عليك يا خال، رجعني لبلدي وربعي، أريد أرجع معاك يا خال. وحامد ليلى ويطاوع قلبك تتركين؟ أريد أترك هالديار وأرجع لبلدي. نتركها سوا يا ليلى. يعني تترك الجاه والمال والقصور و... مال الدنيا وقصورها من غيرك ما يسوون شيء. إلك هلأ صار الشغل تمام. يا عريس كثير ملبس، يا عريس كثير ملبس، يا عريس كثير ملبس، يا عريس كثير ملبس، عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى. جنك ليلة جنك ليلة جنك ليلة شو هالليلة. Thank you.